FM. الكلمة ليك. أنا والله متفائل، يعني بوم بالطبع عندي فكرة على المشاريع هذوما، على الفكرة أولية خلينا نقولوا على اللي تقال كل اليوم الصباح، يظهر لي بدرت خير وإن شاء الله تسمح لنا باش نقدموا باش في ساعة نخرجوا من الخمس سنين اللي تعبنا فيهم اقتصاديين واجتماعيين. نعرف مش سهل، أما إذا كان الشعب يحط قلبه ويخدم على روحه كل شيء ممكن. المهم هو نخدموا على رواحنا ونوصلوا نسبة نمو اللي تخرجنا من الحالة متاع الفقر اللي احنا فيها تو واليأس والبرشة حوايج. شوف رأي الثقة ما تعودش بار ديسيزيون ادمينستراتيف، مش نقول لا يرجع الثقة ترجع الثقة. الثقة سي كلكو شوز كي سوفي تو لي جور. الثقة معناها مسألة تكتسب، سانو سو ديسيد با الثقة. معناها أنت تو نجي نقول لك ايش أعمل الحاجة الفلانية، راهو تقول لي لا خليني نخمم خليني نشوف خليني ندرس، وبشوية بشوية تولي عندك ثقة ولا ما عندكش ثقة. هذا نفس الشيء، هذو ناس جايين لهنا سمعوا على تونس، سمعوا اللي فما تحاول ديمقراطي وكذا وسياسي، اليوم وفاء هذا الكل ولا بريسك وفاء، تعدينا المرحلة الاقتصادية، بون يقول لك تونس قريبة، شعب فيها جوناس وذكي وقريب وعنده دو بون كونيكسيون، يا كيلك شوز افير، اون بو غاني دو لارجون، إيبا سي تون ميو. احنا في هذا الكل كيفاش احنا كيفاش باش نتحكموا في الامور هذه، كيفاش باش نتعاملوا مع الوضع هذا، اما نتعاملوا معاه بكل ذكاء ومش نقدموا بيان سور، ولا مش نتعاملوا معاه افيك دوغماتيزم وسامحني بالكلمه ومش نوخروا. اي وقت لا قدر الله سي توني بوتيز اللي نخير ما نخممش فيها. يا بوكو دو بروجي كي فون اتر معناها اونجاجي ولا كي سون ديجا اونجاجي، والبارح المرفا المالي والكل. C'est tant mieux, c'est une bonne chose. Tous ces projets ne peuvent que créer une dynamique. وهذا هو اللي حاشنا بيه. ندخلوا في الديناميك هذيك وما نوقفوش. أما الانفستيسمون ناسيونال هو أول حاجة. من بعد الانفستيسمون انترناسيونال، الخطر هذاك هو اللي ينظر الانفستيسمون ناسيونال قاعد يصير ولا. وإذا كان الانفستيسمون ناسيونال ماهوش واخذ الريتم الباهي، هذاك نتعبوا شوية. يلزم الكل ويمشي مع بعضه باش الانترناسيونال يزيد ياخذ ثقة وقت يشوف ولاد البلاد. ونساء البلاد قاعدة تخدم وقاعدة تستثمر وتكد. الكلمة ليك.